كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة الجاردين البريطانية أن أزمة المناخ بدأت تجوب في المحاكم القضائية، فقد تم رفع أكثر من 1300 دعوى قضائية تتعلق بتغير المناخ، وذلك منذ العام 1990. هذه الدعوات تم رفعها في 28 دولة وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية. ففي الولايات المتحدة وحدها يوجد 1023 حالة لتتربع بذلك على عرش الدول في التقاضي بشأن المناخ. يليها في المرتبة الثانية مشاهدين أستراليا، حيث تم رفع 94 دعوة قضائية فيما يتعلق بالمناخ، وحلت ثالثا المملكة المتحدة وفيها تم رفع 53 دعوة قضائية، ومن ثم نيوزيلندا في المرتبة الرابعة بعد أن رفع فيها 17 دعوة قضائية متعلقة دائما بالمناخ، وتأتي في المرتبة الخامسة إسبانيا برفع 13 دعوة قضائية بشأن المناخ، وأخيرا في المرتبة السادسة سننتظر معكم المرتبة السادسة حلت البرازيل وألمانيا، إذ رفع رفع في كل منهما 5 دعاوى قضائية. تقول الدراسة أن مساءلة الحكومات والشركات التجارية عن الفشل في مكافحة تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية، وخلصت إلى أن توسيع نطاق الدعاوى القضائية المتعلقة بتغير المناخ قد تكون أداة فعالة لتعزيز العمل المشترك وتطبيق استراتيجيات تكافح أزمة التغير المناخي. إذن الأزمات التي تتعلق بالمناخ باتت في المحاكم، دعاوى قضائية تبعناها في عدد من الدول. نناقش ملف الليلة مع ضيفينا من الكويت رئيس منظمة الخط الأخضر سيد خالد الهاجري، وينضم إلينا من عمان المستشار الدولي في الشؤون البيئية سفيان التل. أهلا بكما ضيفينا الليلة في التاسعة من سكاي نيوز عربية. دعوني أبدأ مع سيد خالد لنسأل، الأزمات التي تعيشها البيئة هل تبحث حلولها في المحاكم القضائية؟ هنا اليوم السؤال الأكبر ليطرح. هو بالتأكيد أولا اللجوء إلى المحاكم هو أمر مهم جدا، وأعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني البيئية في كل دول العالم تبحث دائما عن إيجاد مسعى للضغط لمعالجة المشاكل البيئية، سواء كان ذلك عبر اللجوء إلى المحاكم أو الاعتصامات أو الضغط على المسؤولين أو حتى اللجوء إلى تشكيل أحزاب سياسية. لذلك وهذه ليست المرة الأولى، ربما يكون التقرير أشار فقط إلى مشكلة التغير المناخي، ولكن بحكم رصدنا لجميع المشاكل والقضايا البيئية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، هناك العديد من القضايا البيئية التي لجأ ضحاياها إلى المحاكم لأخذ حقوقهم بعد وجود تعنت من المتسبب بهذه المشكلة. لذا هذا الأمر موجود وقائم بالفعل. نحن نحتاج إلى معرفة طبيعة الدعاوى وما ادعى به المتضررون أمام المحاكم، وما هي المشكلة، هل هي ذات صلة مباشرة بتغير المناخ أو ذات صلة غير مباشرة بتغير المناخ. أيضا هذا اللجوء ذو شقين، إيجابي ولنقل سلبي أو خطر. قد تأتي الأحكام القضائية مؤيدة لمطالب المتضررين، وقد تأتي الأحكام القضائية لتنحو منحا آخر فيتسبب بضرر لهؤلاء المتضررين. أيضا يجب أن ننظر إلى تشريعات الدول، كما ذكرتي أغلب الدول التي ذكرتيها هي دول إما أوروبية أو الولايات المتحدة أو أستراليا. صحيح. وهذه الدول في تشريعاتها المختلفة تسمح بمثل هذا اللجوء للمحاكم. هناك دول أخرى لا تسمح بمثل هذا الأمر، أو أنه يستصعب اللجوء إلى القضاء بسبب وجود تشريعات غير مكتملة في هذا الشأن. لذا أعتقد أن اللجوء إلى القضاء وإيجاد وسائل ضغط مختلفة نحو معالجة مشكلة التغير المناخي من قبل مؤسسات المجتمع المدني أمر واجب وملح وضروري لظهور آثار هذه المشكلة. من المؤسف سيد خالد،
اعذرني على المقاطعة، من المؤسف أنه التقرير اللي ورد بصحيفة الجارديان البريطانية يعني ذكر بشكل أساسي عدد الدعاوى اللي رفعت ولم ندخل في تفاصيل هذه الدعاوى. كان من المهم أن نعرف كل هذه التفاصيل اللي أشرت إليها الآن حتى نعرف من الذي يدعي ولماذا يدعي وبماذا تأثر أيضا. سأعود معك إلى نقاط عديدة مهمة أشرت إليها، لكن هنا نرحب مرة جديدة بالسيد سفيان معنا يشارك في هذا الحوار. سيد سفيان، منذ العام 1990 كما أشار التقرير تم رفع أكثر من 1300 دعوة قضائية متعلقة بتغير المناخ، هل تعتقد أنه نتج عنها أي إيجابيات تذكر؟ هل يمكن رصد أي إيجابيات من العام 90 حتى يومنا هذا؟ هذه قضية يمكن تتعلق في كل دولة على حدة، إذا كان هناك نتائج حسمها القضاء أو لا. هي القاعدة العامة بيئيا، من يلوث يدفع، إذا كانت الدولة هي التي لوثت عليها أن تدفع تعويضات، وإذا كان مواطن أو مصنع أو شركة أو جيش لوث عليه أيضا أن يدفع. ولا بد عند الحديث عن القضاء البيئي أن نتحدث عن ما هي الجريمة البيئية. أنت تتحدثي عن 1300 قضية، لكن أنا لدي معلومات عن دولة واحدة كالصين كان فيها أكثر من 60,000 قضية بيئية، وقس على ذلك في دول متعددة جدا. الجريمة البيئية خلينا نعطيه شوية تفاصيل عنها، هي كل فعل سواء كان مقصود أو غير مقصود يؤثر على البيئة، سواء كانت بيئة بحرية أو جوية أو أرضية. وأنت هون الحديث عن تغير المناخ، تغير المناخ الحقيقة مظلة شاملة، والجرائم البيئية التي تقع ضمن تغير المناخ تتشعب أيضا لتكون تلوث بحري أو بري أو جوي. طبعا إذا بدنا نقاضي الدول خلينا نتحدث عن أكثر دولة يمكن تتعرض للمقاضاة، الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. خلينا نأخذ قضية كغرق مدينة نيو أورليانز. نيو أورليانز قبل أن تغرق بعشر سنوات كتب الكثير عن ضرورة حماية هذه المدينة. صحيح. وأخذ الاحتياطات حتى لا تغرق. أنا واحد من الذين كتبوا عن ذلك قبل عشر سنوات، ومع ذلك غرقت المدينة. لكن هل دفعت الولايات المتحدة تعويضات؟ هل رفع سكان مدينة بكاملها دعاوي على الحكومة للحصول على التعويضات؟ طيب هنا نقطة مهمة، الدمار الزراعي الذي يتم عن تأثير. سنعود سيد سفيان إلى مسألة الولايات المتحدة، لطبيعة الحال هي ترأست الدول اللي كان فيها قضايا أو دعاوى قضائية متعلقة بالمناخ. أعود إلى السيد خالد. سيد خالد، عندما نقول نرفع دعوى قضائية هنا نسأل لماذا ترفع هذه الدعوة بالبيئة؟ يعني هل فقط لدفع التعويضات أم أنه بالفعل أنا عندما سألت عن إيجابيات كنت أود أن أعرف إن كان لهذه القضايا إيجابيات تعكس على البيئة بحد ذاتها؟ هو بداية لا يلجأ الأشخاص أو الجهات إلى المحاكم أو إلى رفع الدعاوى القضائية إلا بعد يعني استنفاذ جميع الحلول المتاحة لمعالجة مشاكلهم أو لإدراكهم واستشعارهم بالظلم والضرر الكبير الذي لا يستطيعون بالتعامل مع الجهة المتسببة إيجاد أي تعويض يذكر. فمسألة اللجوء إلى القضاء ومسألة رفع الدعاوى القضائية مهمة جدا في هذا الشأن. والأهم من ذلك أن المذكرات القضائية التي ترفع، أنا هنا أتكلم من واقع بيئي ميداني أمارسه من عام 94 في أروقة المحاكم الكويتية، إن لم تكن المذكرات المرفوعة مدعمة بالأدلة الكافية التي تعطي هيئة المحكمة إدانة مطلقة للمتسبب بالمشكلة، فنحن سنخرج بأحكام قضائية تضر القضية البيئية ولا تنفعها، وتعطي الأطراف الأخرى التي تناهض هذه القضية مراجع قضائية بأحكام قضائية مختلفة يستندون عليها في الرد على مثل هذه الدعاوى. لذا من المهم بمكان أنه عند اللجوء إلى القضاء أن تكون الوثائق والمذكرات القانونية معدة إعدادا سليما محكما يساعد في استخلاص أحكام قضائية تدعم القضية البيئية. طبعا
على اعتبار أن اللجوء إلى المحاكم هو آخر الحلول المتاحة، لأن الضغوط السابقة أو الممارسات السابقة لإيجاد معالجة لهذه المشاكل لم تأتي بحلول ناجعة للأسف الشديد كما ذكرنا، خصوصا أن القضية بيد السياسيين وليست بيد المتخصصين في هذا الشأن للأسف الشديد. فكما ذكرت، الإطار القضائي هو الذي يحكمني في هذا الشأن، وما يقدمه المتضرر أمام هذه المحاكم. قد تقبل الدعاوى القضائية وقد ترفض وقد تحفظ وقد تأتي بأحكام من مغايرة لما نتوقع، لذا الإعداد المحكم لهذه الدعاوى يساعدنا في الحصول على ما نريده. أحيانا قد تكون صاحب حق ولكن لا تقدم قضيتك أمام الهيئات العدلية أو القضائية بشكل سليم فتخسر حقوق التي تطمح لها. طبعا نحن نتمنى في وجه في جانب آخر أن لا تكون هذه هي العرف المتداول عالميا، ولكن لا نستطيع أن نحكمها ولا نستطيع أيضا أن نمنعها، لأن حق التقاضي هو حق أصيل من حقوق الإنسان. صحيح. نعود إلى سيد سفيان وإلى نقطة أساسية أشرت إليها عندما ذكرت لنا الولايات المتحدة. سيد سفيان، عندما ذكرنا تفاصيل هذا التقرير قلنا إن 28 دولة تم رفع فيها قضايا، الولايات المتحدة على رأس هذه الدول، هذه الدولة التي يرأسها الرئيس دونالد ترامب الذي انسحب من اتفاقية المناخ وهو غير مؤمن أصلا بهذه التغيرات، ألا ترى في ذلك تناقضا كبيرا؟ ومن الذي سيدافع عن قضية هؤلاء في المحاكم إن كان رأس هذه الدولة لا يؤمن بالتغيرات المناخية؟ هذا واضح، السبب أنه جاء من بيئة رجال الأعمال وبيئة تجارية، والمعركة بالولايات المتحدة بالذات قاسية جدا بين البيئيين وبين الصناعيين ورجال الأعمال. ما يزال أي قرار بيئي يحمي المواطنين بشكل عام قد يؤثر على إنتاج شركة من الشركات أو صناعة من الصناعات، وهذا ما غالبا هذه الصناعات تكون مدعومة من الحكومة، تكون قد ساهمت في المعركة الانتخابية، ربما تكون قد مولت ترامب وأخذت منه وعود بأن لا يسمح بملاحقتها بيئيا داخل القضاء الأمريكي، لأنه إذا نجحت قضية أو قضيتين فربما تنجح هناك آلاف وعشرات الآلاف من القضايا وتطالب بالتعويض. الوضع البيئي في الولايات المتحدة الحقيقة وضع محزن، وانسحاب الولايات المتحدة بعد عشرات السنوات من مؤتمرات تغير المناخ اللي بدأت بكيوتو وانتهت بباريس ووقعتها 195 دولة، ثم يأتي ترامب فيعلن انسحابه وعدم التزامه بها، كارثة إنسانية وليست أمريكية فقط، لأن التلوث البيئي وتغير المناخ لم يعد قضية محلية وداخل دولة ما، وإنما هو عابر للحدود، يشمل تلوث الهواء ويشمل تلوث الماء ويشمل تلوث الأرض وتغيير النمط الزراعي في الكرة الأرضية وارتفاع منسوب البحار. صحيح. وقس على ذلك قضية تتعدد جوانبها البيئية لتشمل الماء والهواء والأرض. كلام جوهري من السيد بطبيعة الحال سفيان الليلة معنا. سيد خالد، حضرتك متابع لكل ما يجري حول هذه الأرض، لكل التغيرات المناخية وكيف تؤثر على أرضنا، هل يمكن الجزم أن الحكومات والدول فشلت في إيجاد الحلول اللازمة حتى الآن؟ لا شك في ذلك، هي فشلت في تطبيق ما طرح من حلول. هناك حلول عدة اقترحت في الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وهناك دراسات وخلافة من حلول طرحت، ولكن هذه الدول فشلت عن عمد وليس فشلت لأنها لم تستطع تنفيذ الحلول المتاحة. ولكن يجب أن ننظر إلى جزئية في غاية الأهمية في هذا الشأن طالما تطرقنا إلى الاتفاقيات الدولية. لا يوجد نصوص ملزمة ذات جزاءات رادعة للدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات البيئية بشكل عام، وكذلك أيضا باتفاقيات تغير المناخ. لذا أنت لا تستطيع أن تفرض جزاءات من خلال مجلس الأمن أو إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة على الدول التي لا تلتزم كالولايات المتحدة والصين والدول الأخرى المتسببة الرئيسية في مشكلة تغير المناخ. لذلك هذه إحدى المشاكل التي أدت إلى أن تلجأ المنظمات والأفراد إلى القضاء المحلي لفشل هذه الاتفاقيات.
اتفاقيات، في إحكام سيطرتها على الحكومات لنقل بالدرجة الأولى بالالتزام بما يرد في هذا الاتفاق. ليس ذلك فقط، حجم الخطورة لم تدركه لا المجتمعات ولا الحكومات ولا حتى القطاع الخاص. اليوم بسبب تغير المناخ ستتعرض الكرة الأرضية لمجاعة نوعية في نوعية الغذاء التي تحصل عليه بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي أدى إلى موت النحل. النحل يقوم بتلقيح الخضروات والفواكه والإنتاج الزراعي بشكل عام. إن موت هذه الحشرة البسيطة جدا سيؤدي إلى تردي جودة الإنتاج الزراعي في جميع دول العالم. اليوم نسمع أخبار بنفوق النحل في أستراليا، نفوق النحل في أوروبا، نفوق النحل صحيح. في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذا يعني تردي في جودة الإنتاج الزراعي، خطر يهدد الأمن الغذائي على مستوى الكرة الأرضية. الأمر لا ينظر له بهذا الشكل لدى السياسيين، لأن هم من اختطفوا هذه القضية للأسف الشديد. المتخصصون في هذا الشأن والناشطون في هذا الشأن يحذرون منذ سنوات، ولكن اختطاف القضية من قبل السياسيين يجعلهم لا يدركون خطورتها ولا أهميتها، لأنهم يدارون مثل ما تفضل دكتور سفيان وأشار إلى أن القطاع التجاري الرمادي الغير مستدام هو الذي يدير حملاتهم الانتخابية وهم يستفيدون منه. شكرا. نحن نواجه أزمة حقيقية. أعذرني على المقاطعة أستاذ خالد، انتهى وقت هذا اللقاء المميز. شكرا جزيلا لمشاركتك معنا، رئيس منظمة الخط الأخضر سيد خالد الهاجري من الكويت، والشكر يمتد أيضا للمستشار الدولي في الشؤون البيئية سيد سفيان التل، حدثنا من عمان الليلة.